بورت سودان مراسلنا أحمد ضو البيت. أحمد، إلى أين وصلت خريطة سيطرة قوات الدعم السريع إلى غاية هذه اللحظة بعد مشارف النيل الأزرق؟ نعم أمال، طبعا كانت هنالك أخبار كثيفة جدا عن سيطرة ووصول قوات الدعم السريع إلى مدينة الدندر الواقعة شرق مدينة سنجا التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع بالأمس أو أمس الأول، ولكن بحسب المواطنين الموجودين في مدينة الدندر أكدوا أن قوات الدعم السريع لم تصل إلى مدينة الدندر، وهنالك ناشطين قاموا ببث عدد من الصور لسوق الدندر والحياة فيها طبيعية وكذلك حركة للسيارات، بالإضافة إلى الحركة الكبيرة للسيارات التي تقل الفارين من مدينة سنجا إلى الدندر ومن ثم إلى الولايات الشرقية، تحديدا إلى ولاية القضارف. قوات الدعم السريع تقول إنها تمددت بعد سيطرتها على مدينة سنجا إلى الاتجاه الجنوبي حتى وصلت إلى منطقة ود النيل وحتى منطقة أبو حجار، وهي المناطق المحاذية لولاية النيل الأزرق. في هذه المناطق يعني عدد من المواطنين يقولون ان قوات الدعم السريع بدات في عمليات الانتشار، ولكن بشكل عام يعني لم يتم تاكيد من القوات المسلحه السودانيه او بيان رسمي من قوات الدعم السريع انها استولت على تلك المناطق غير منطقه سينجا التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع من خلال الفيديوهات المنتشره، ولكن القوات المسلحه تقول انها ما زالت متمسكه بهذه المدينه وان القوات المسلحه السودانيه تحاصر هذه المدينة من اتجاهات عدة، خاصة إذا نظرنا أن مدينة سنجا هي تقع في الجهة الشرقية لمدينة سنار، وبالتالي الوجود الكثيف جدا للقوات المسلحة في منطقة سنار ما يعني أن القوات المسلحة هي يعني بالإمكان أن تحاصر هذه المدينة من ناحيتها الغربية، كذلك في الناحية الشرقية لمدينة سنجا أيضا هنالك تواجد كثيف للقوات المسلحة السودانية. المعاناة زاد يوم بعد يوم، خاصة النازحين الفارين من هذه المدينة وصولا إلى مدينة القضارف. إذا نظرنا إلى تضاريس هذه المنطقة يعني صعوبة جدا للمواطنين الذين فروا من مدينة سنجا في الاتجاه الجنوبي عبور النيل، خاصة أن المواطنين اضطروا إلى ركوب المراكب لقطع النيل، وبالتالي هنالك خطورة كبيرة على المواطنين. كذلك المنطقة التي تربط ما بين ولاية سنار وحتى ولاية القضارف فيها ثلاثة أنهر، نهر النيل وكذلك نهر الدندر وكذلك نهر الرهد، ومع هطول الأمطار ستكون الأوضاع أكثر صعوبة على المواطنين. كذلك هنالك يعني ما من يتحدثون عن أن قوات الدعم السريع خرجت من شرق النيل في حشود ضخمة، شوهدت هذه الحشود اليوم وهي تخرج من مدينة الخرطوم خاصة من شرق النيل، وهي متجهة بالطريق الشرقي لولاية الجزيرة متجهة إلى مدينة ود مدني، وهذه القوات بحسب شهادات المواطنين يقولون إنها تعمل على إسناد هذه القوات التي تتواجد في مدينة سنجا، والتي تقول قوات الدعم السريع أنها أحكم سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة. اللواء 167 أيضا من المقرات العسكرية التي قامت قوات الدعم السريع بنشر فيديوهات على سيطرتها. كذلك القوات المسلحة السودانية اتهمت قوات الدعم السريع أنها قامت بتدمير جسر الحلفاية في الخرطوم، ما يعني أن قوات الدعم السريع بدأت في يعني التحرك شرقا وتوسيع نطاق هذه الحرب. إذا نظرنا أيضا أن هذا الجسر قد استخدمته القوات المسلحة السودانية في وقت سابق، وعبرت هذا الجسر وصولا إلى منطقة بحري التي تعد واحدة من معاقل قوات الدعم السريع، وبالتالي قوات الدعم السريع تريد أن تحمي ظهرها من هجمات القوات المسلحة السودانية، خاصة القوات الموجودة في أمدرمان. وكذلك يعني الصراع يتمدد حتى في غرب السودان، هنالك في مدينة الفاشر أيضا قوات الدعم السريع أطلقت قذائف مدفعية على حي التجانية. بحسب المعلومات الواردة أن هنالك 8 من المواطنين الذين قتلوا جراء استهداف قوات الدعم السريع بالصواريخ والدانات لهذه الأحياء، وبالتالي تتمدد هذه الرقعة للصراع ما بين القوات المسلحة السودانية وحلفائها ضد قوات الدعم السريع التي تعمل على كسب الحدود، خاصة إذا
نظرنا لتحركات قوات الدعم السريع في ولاية سنار ومن ثم تحركاتها في ولاية اتجاه ولاية النيل الأزرق لتستحوذ ميزة الحدود مع دولة الجنوب السودان، وكذلك تحاول أيضا السيطرة على الناحية الشرقية لولاية سينار وصولا إلى ولاية القضارف، وبالتالي يعني قوات الدعم السريع تعمل على توسيع هذه الرقعة وتريد كسب المزيد من الحدود، إذا نظرنا أنها تسيطر على الكثير جدا من الحدود في غرب البلاد، حدود السودان مع دولة تشاد وكذلك حدود السودان مع دولة ليبيا. شكرا لك من بورت سودان مراسل العربي أحمد ضو البيت.